اخواننا انا اريد اسال سؤال الصحابه رضي الله عنهم قلنا لكم خرجوا الى الجهاد وامر عليهم امير واعطاهم جراب من تمر جراب تمر هذا اسمع جراب فقال له جراب قال ماذا كان يصنع الجراب قال يعطي المجاهد في يوم كامل يمشي احيانا يمشي في اليوم 40 كيلو نعم قال يعطينا تمرة قال وما تغني عنكم التمرة قال والله لم نعلم قيمة هذه التمرة إلا بعد أن فقدها يضعها في فيه ويشرب عليه الماء حتى يعني يشعر أن الماء في شيء يعني من الشراب وكذا فقد التمرة ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى هذا الحوت العنبر لو تنظر في حال الصحابة رضي الله عنهم سبحان الله قلت عمود انت عمود نعم حال الصحابة السبب في القوة توحيد الله لأنه ما كان عندهم ذاك الطعام ولا ذاك الشراب صحيح؟ نعم لكن كان يأتوا أحيانا وإذا أراد أن يعدوا عدد المسلمين يعدوا خالد بألف علي بألف حمزة بألف خالد أبو عبيدة بألف رجال صدقوا مع عهد الله عليه لا طعام لا شراب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القديم كان الناس يموتوا من الجوع اليوم الناس يموتوا من الشبع ما تسمع أحد ما مات من الجوع يموت من الشبع قوة من الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يقال والله أعلم عندما بدأت المعركة انطلق الزبير رضي الله عنه كالسهل الجيش صفوف عدد كبير جدا وهذا يدخل كالسهم قالوا لا يمكن أن يكون هذا مقاتل افسحوا له الطريق لعله رسول فتح له الطريق شق الصفوف دخل القائد قضى عليه فرجع سلام بن الأقوع في صحيح البخاري جاء جيش إلى المدينة وأخذوا وقت الناس في غفلة أخذوا الأموال أخذوا شيء من الإبل وكذا وفروا رآهم سلم من الأقوى رجل واحد رضي الله عنه فصاح في الناس أن يدركوني وركب على فرس وأخذ يلحق بهؤلاء نظر سلم أنه لو بقي على الفرس لم يدرك هؤلاء ماذا صنع؟ نزل من على الفرس أسرع من الفرس يعني ممكن 40 كيلو مثل في الساعة نعم أدركهم وأخذ كل ما أخذوا رجل واحد يقاتل جيش وكان يرميهم ويقول خذها وأنا ابن الأقوى واليوم يوم الرضع قال اليوم نعرف من فطرة أمه يقول كأنهم صغار ما زلتم في الرضاعة وأنا فطرة أمي من قديم نعم طيب قال ولم يتخذ ولدا في الوالد والولد والزوجة لأن الولد في الغالب يشبه الأب والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وفي الغالب أن الأب يحتاج الولد إلى كبر والله سبحانه وتعالى غني إذا نقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد لكمال غناه وأحديته وصمديته نعم وأنه لا مثل له نعم ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته نعم وخلق كل شيء الله خالق كل شيء نعم فقدره تقديره نعم فقوله ما اتخذ الله من ولد لكمال غناه سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته نعم
وما كان معه من إله، وما كان معه من إله لتمرنا سبحانه وتعالى. نعم، ثم هذه الآية فيها دليل عقلي ودليل نقلي. العقل الصحيح السليم الباقع الفطرة لا يمكن أن يخالف النقل، وإذا وجدت عقل مخالف النقل فهذا لا شك في بطلان هذا العقل. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب يسمى جرح تعارض العقل والنقل. ما يمكن أن ينفي عاقل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا حكمنا عليه بالجنون. إذن ذهب كل إله بما خلق. الآن ما ترى في ملك الدنيا أن كل ملك يريد أن يسيطر على الملك الآخر، إن استطاع أن يسيطر فالغالب هو الملك، وإن لم يستطع فلا يصلح أن يكون هذا الملك ولا هذا يكون ملك. ذهب كل إله بما خلق، هذا الانتظام البديع في الكون يدل أن العالم خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ نعم. ولعل بعضهم على بعض. نعم. سبحان الله، تنزيه الله عن الشرك عن المسبة التي يأتي لها أهل الكفر. نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم ما يجب في حقه من الأسماء والصفات، ولهذا كان أشرف ما في القرآن هذا الباب، باب الأسماء والصفات. إن الله يعلم ما يجب في حقه وأنتم لا تعلمون. نعم. وإنما حرم ربي الفواحش. هذه الآية فيها المحرمات الخمس، وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها كل الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش، فواحش إما فواحش ظاهرة أو فواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. هل يوجد بغي بحق؟ هل يوجد بغي بحق؟ هذا يسميه العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي أنه بغير حق. وسيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الرسالة في الآداب والأخلاق، يقول: والاستطانة على الخلق بحق وبغير حق. أراد أن يبين أن هذه الصفة كاشفة. الثاني: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل يوجد شرك؟ لا. هذه الصفة كاشفة تكشف لك البغي وتكشف لك أن الشرك ليس عليه دليل. الخامس أعظم المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم أعظم هذه المحرمات الخمس. وأعظم قول على الله القول على الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أمر خطير جدا. إذن الشاهد هنا في هذه الآية أن هذه الآية فيها المحرمات الخمس، بدأ بالأخف وانتهى بالأثقل. وأعظم المحرمات القول على الله بغير علم وبخاصة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم بالمعنى، استوى على واستقر وارتفع وصعد، هذا المعنى. نعرف المعنى ونؤمن لا كيفية لاختجالات عظمت، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. أراد المؤلف الآن من هنا ويأتي بأدلة كثيرة، أراد أراد أن يبين أي صفة من صفات الله. صفة العلو، العلو في الذات والعلو في الصفات. كل من كتب في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، وألف لا بد أن يذكر هذه الصفة، لا بد. بل
الذهبي رحمه الله ألف كتابا في صفة العلو. لماذا؟ لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. كيف؟ علو في الذات وعلو في الصفات. كل من انتسب، اسمع إلى هذه المسألة، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت العلو لله سبحانه وتعالى في الصفات، صح خطأ مرة أخرى. كل من انتسب إلى الإسلام كهمية وكذا، قلنا أخرجهم من علماء من 72 والأشاعرة والماتريدية ومعتزلة وكذا، كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن نثبت لله العلو في الصفات، صح خطأ؟ نعم. يهميهم كل الصفات يا رجل. تعال عندك يا ويهاب، هذا قول، هذا قاعدة صحيحة، أن كل من انتسب إلى الإسلام لابد أن يثبت لله العلو في الصفات. قل صح، في أحد يخالف؟ في أحد يوافق؟ سبحان الله. نعم، توافق؟ كيف والجهمية أنكر كل الصفات؟ نحن نقول كل من انتسب الى الاسلام بحق الاسلام. نعم، كل من انتسب الى الاسلام انتسب. نعم، صح خطا؟ صح. صح. اجلس، فتح الله عليك. صح. صح. كيف؟ الجهميه كما قال الشيخ، الجهميه اعتقدوا علو الله في الصفات وقالوا ما يمكن أنا نثبت الصفات، أثبتناها، مثلناها بخلق، لذلك ننكر الصفات، لأنهم أولاً اعتقدوا علو الله في الصفات. الممثلة قالوا ما يمكن أن يكون كمال إلا بمماثلة الخالق الكامل بالمخلوق النافس سبحان الله، لاعتقاد علو الله سبحانه وتعالى في الصفات. إذا اتفقوا على القاعدة لكن اختلفوا في التطبيق، مفهوم؟ طيب، العلو في الذات تقدم معنا كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطر. كتاب تنوع أدلة الكتاب، وسوف يأتيك بغالب الأدلة ويشير إليها إشارة، الاستواء والعلو وصعود الأشياء ونزولها منه والفوقية، تنوع أدلة الكتاب إثبات العلو. ولا يكتفي بهذا، يأتي في أدلة السنة يذكر السنة القولية والفعلية والتقريرية، بل السنة المتواترة في إثبات العلو لله. لماذا ركز العلماء على صفة العلو وقالت الكتب التي ألفت في باب الأسماء والصفات يذكر هذه الصفة؟ لأنه بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى تثبت العلو في الذات والعلو في الصفات، وبهذا تثبت كل الصفات. قال تعين الاستواء، استواء معلوم والكيف مجهول من لا كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. الاستواء معلوم المعنى. طيب، كيف نرد على من قال استوى استوى مخالف لظاهر النص مع السلف وليس عليه دليل، وأن هذا لا وجد في اللغة أصلا، وقالوا كافر، وكيف نأخذ الشريعة عن كافر؟ الخامس، أنه لو كان استوى بمعنى استوى هذا معناه أن لله غالب. السادس، أنه لو يصح أن نقول استوى مع استوى، يصح أن نقول أن الله سبحانه وتعالى استوى على البحار والأشياء والأنهار. بهذا يزول الإشكال ولله الحمد. الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي لفجر العرش، لكن لابد يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة. هذا يقول الشيخ الإسلام، سيأتي
بإذن الله. لا يظن أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى العرش أو إلى الكرسي أو إلى شيء من مخلوقاته أو أن المخلوق يحب الخالق أبدا. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. مفهوم؟ مبروك. نقول أهل السنة والجماعة اثبتوا لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلالة عظمة الآمات الاستواء المخلوقين. ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل أن يظن أن المخلوقات تحب الخالق أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى شيء من مخلوقاته. مفهوم؟ نعم، كل المخلوقات مفتقر إلى الله. نعم. قال وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وفي سورة يونس إن رب قوله إن رب الله عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سورة يونس قوله لا حول ولا قوة. نعم. هذا هو التزام بالمثل، ما خلص عن المثل. نعم. وفي سورة يونس عليه السلام قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها. إما أن ليس لها أعمدة كما نراها، هذا هو الراجح. القول الثاني أن لها أعمدة لكن لا نراها، لكن الأول أرجح أن الله يمسك السماوات. نعم. وفي سورة طه قوله هو الرحمن على العرش استوى. نعم. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وفي سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلقكم، الله نعم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفي الآن ينوع بين الأدلة استواء صعود الأشياء. يا عيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفي، الوفاة هنا ثلاثة أقوال فيها تعيد عليه إن شاء الله. وفاة حقيقية موت، كيف؟ الواو لا يلزم منها الترتيب. اسمع، يقول هذا صمت الأحد والسبت، يصح؟ يصح أن يقول هذا؟ يصح، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. إني متوفيك ورافع، يعني يرفع ثم ينزل في آخر الزمن ويموت في هذه الأرض، معلومة هذا لا إشكال. طيب الثاني متوفي يعني قابض، وهذا لا إشكال، قبض ثم رفع إلى السماء. متوفي وفى أي نوم، الله يتوفى الأنفس حين نوم ولا إشكال، يصح. إذا كم قول عندك؟ بقي معنا قول أنه مات أو قتلوا وصلوا، من يقول هذا كافر كفر أحد. لقد كفر الذين قالوا لا وما قتلوه وما صلبوه لكن شبهها، مخالفة لنص القرآن. إذا عندنا أقوال أهل السنة في هذه الآية ثلاثة والله أعلم. الأول أن وفاة حقيقية، لكن متى؟ بعد أن ينزل في آخر الزمن، وهذا معتقد كل مسلم ولا إشكال فيه أصلا. والواو نلزم منها التقطيع، وفاة يعني نوم أو وفاة قبر ولا إشكال.
لماذا أورد المؤلف يا عيسى أني متوفيك للصلاة والسلام؟ على ما الدليل فيها؟ ما الشاهد تعني؟ اقرأ الآن يا عيسى أني متوفيك ورافعك إليك. أين الصفات هنا؟ أو الأسماء؟ الله يفتح عليك. هل في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى؟ قلنا تنوع أدلة القرآن في إثبات العلو، دار ذكر العلو والفوقية والصعود الأشياء ونزولها منه والاستواء، فتح الله عليه. طيب لماذا لو نوع في الأدلة أتى بالاستواء والفوقية والعلو كذا؟ لماذا؟ ألا يكفي دليل واحد؟ يكفي.